اليوم استطاعت قواتنا وحدات مكافحة الإرهاب السيطرة على عدد من المباني التي كانوا يتحصن فيها مرتزقة داعش الإرهابي، ومنها كان كلية الاقتصاد التي هي كانت الحصن الأول لمرتزقة داعش. أيضا هناك دارت اشتباكات قوية بين وحداتنا والمرتزقة في محيط السجن وخاصة في حي الزهور. طبعا العملية التمشيط ما زالت مستمرة بشكل دقيق، لكن هناك بطء نوعا ما في هذه العملية بسبب تواجد بعض المدنيين في تلك المناطق، لذلك لا نستطيع استخدام أي أسلحة ثقيلة أو أسلحة طيران لاستهداف هؤلاء الإرهابيين. بالنسبة لي السجن هو تحت سيطرتنا بشكل كامل باستثناء بعض المهاجع التي لا يحملون السلاح، لكن هناك استعصاء نوعا ما في تلك المهاجع. تحاول قواتنا السيطرة على الوضع الميداني حاليا. حتى هذه اللحظة قتل ما يزيد أكثر من 45 مهاجم من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وهناك جرحى وقتلى من الذين لم نستطع إحصائهم لأنهم ما زالوا في ميادين المعركة. هذا الفتنة نعرفها احنا، فتنة لحتى يسوون بالبلد قلقلة، فهذه احنا مقدور عليها ان شاء الله بقوة شبابنا وعناصرنا وقوات سوريا الديمقراطية وقوات الامن الداخلي. فهذا احنا الناشد اهلنا بالحسكة وحصرا غويران وحي الزهور، كل انسان عنده معلومة وعنده شيء يبلغ عنها، لانه احنا اليوم اريد نطالع الناس من جوات المكان المحاصر لحتى يصير تدخل القوات وتمشط المنطقة. حاليا وعلى ارض الواقع قوات سوريا الديمقراطيه تحاصر هذه المنطقه بعد ان احكمت السيطره على سجن الصناعه، وتم تسليم عدد كبير من الارهابيين الذين فروا من هذا السجن بالتعاون مع مجموعات ارهابيه تسللت من الاحياء القريبه من السجن، والحمد لله الان يتم السيطره على كامل محيط حي غويران وحي الزهور، والقوات سوريا الديمقراطية والأجهزة الأمنية تمشط المنطقة، ولكن تأخرت تحرير هذه الأبنية نتيجة وجود بعض الأهالين من حي غويران المدنيين ضمن هذه المنطقة.